دكتور، هذه آخر محاضرة صح؟ أيوة، بكرة هتكلم معاكم كده كأننا في ما يخط نص ساعة كده. بكرة مش في الإكزامينيشن؟ بكرة كيف يعني؟ ما فهمت. هكذا لا بكرة ما عندنا examination، بكرة عندنا محاضرات كلها وبعد الظهر TBL. ايوه، المحاضرات بكره انا عندي معاكم محاضره صح؟ ايه بكرة في محاضرة واحدة. ايوه، اللي هي من كم لكم؟ ده اشوف انا بدي افتح الجدول. دكتور احنا قلنا اليوم 3 محاضرات صح؟ ناخذ محاضرتين. هم ديل المحاضرتين الكبار ديل، هم كل الاربع محاضرات بتاعتنا. بكرة في انفستيجيشن ريسبيريتوري ديزيز بكرة أنت عندنا دكتور من 9 ل 10. من 9 ل 10، انفستيجيشن ان ريسبيريتوري ديزيز، حاجة بسيطة كده. إذا كان الزمن كفانا اليوم ناخدها، إذا ما كفانا الحين نبدأ ولا شوية؟ كم عندنا جوا؟ 20 الآن. 20، 20 معاون أنا صح؟ 19 يعني. ايوه نبدأ لأنه ما في حد. والله واحد وصل. خلاص نبدأ دكتور. نبدأ إن شاء الله عشان تمشي تنوموا وتنتظروا أبطال أوروبا. طيب هذه بسم آخر الله محاضرة الرحمن الرحيم، هذا آخر محاضرة اليوم، ما حكملها، ما حناخد ال 52 سلايد، راح نقف كده شوية قدام مثلا انفستيجيشن بنقف. خلاص تمام دكتور، تمام إن شاء الله. توكلنا على الله. جو اهيد. طيب after we finish the taking history combination with respiratory disease, we will move to do clinical examination. Well, clinical examination of the respiratory system is a very simplest examination. سهل جدا، عبارة عن 4 خطوات، 1 2 3 4، كل خطوة مقسمة ل A B C D، ما كثيرة، وزي الوضع يعني كده، الواحد سريع كده ممكن يعملها بدون ما يكون مركز ذاته، ممكن يعملها. الإشكالية قلنا بتجي في الانتجريشن، والإشكالية الثانية في اللي هي detection of sign. انت بتقول والله دي ويز ولا كريبيتيشن، دي برونكيال بريزنج ولا هارش بريزنج ساوند، دي فبتجي دي ريزونانت ولا سوبر ريزونانت هايبر ريزونانت، دي هنا في ديبريشن ولا نورمال، ولا بالناحيه الثانيه في بالجينج. فالاشكاليه بتجي هنا، لكن هاو تو دو اكزامينيشن از فيري سيمبل، وده المطلوب منكم في المرحله دي، انه هاو تو دو اكزامينيشن لازم تحفظوا 1 2 3 4. باي ذا اند اوف اكزامينيشن تكون طلعت الحاجات اللي موجوده قدامنا دي، تكون علقت على الجنرال اكزامينيشن اوف ذا بيشنت، كلابين من عدمه، تكون علقت على الريسبيريتوري ريت وساينز اوف هايبركابنيا، تكون علقت على ان في سيانوزيز اور نو، از ذير از اني ساينز اوف هايبر انفليشن، في اي تشيست ديفورميتي، في اي ساينز اوف كور بولمونير، بوزيشن اوف ميدياستاينم، الابر ميدياستاينم اللور ميديستاينم، بريزنج ريبيتيشن والبلورة ضبط، دي كلها نسميها هذه بريزنج ساوند، تعلق على التكتايل فوكال فريميتس والفوكال ريزونانس. الاثنين المكتوبين بالاحمر ديل خلوهم كده نجيهم لقدام، اللي هي ساينز اوف هورنر سيندروم، دي حاجه بتاعت نيورولوجي، وسوبيريال فينا كافر اوبستراكشن، دي حاجه بتاعت كارديولوجي اكتر، لكن بتظهر في التشيست. So by the end of doing examination تعلق لنا على الحاجات دي. بتعمل الأربع خطوات دي، أربع خطوات،
واحد اثنين ثلاثة أربعة انسبكت بالبيت بيركاس أوسكالتيت. ناظر المريض، أعمل بالبيشن، أعمل بيركشن، بعدها أعمل أوسكالتيشن. بتعمل الحاجة دي ثلاثة مرات للأسف، بتكررها ثلاثة مرات أو نقول مرتين، الثالثة دي نقولها في الجناية. لو بتعمل إكزامينيشن يا إخواننا لازم تعمله من قدام ومن ورا، تعمل فروم أنتيرير تشيست أن أون ذا باك. ولازم تعمل أون ذا باك لأنه قلنا موست أوف ذا لانجز لاي أون ذا باك. طيب إنسبكشن، inspection you start always start with surroundings، حول المريض. قبل ما تعاين للمريض انظر حوله، comment on oxygen اذا كان في اكسجين سيلندر قاعد جنب المريض، هل الاكسجين سيلندر ده مخاتين له بالماسك ولا ما موصل ما بس راقد ساي. علق على السبيوتم بوت، الله يكرمكم محل المريض بيتف بيطلع السبيوتم، قاعد حطلع بالسبيوتم بيكون مدينهم كونتينر كده فوق التراب الله يكرمكم، بيروح يطلع فيها السبيوتم. اذا ما في اسال المريض قول له اذا قحيت بتخط بتف وين، فلازم تتاكد وين ذا سبيوتم بوت وتشوف وين يشوف جواه وفيه شنو. ممكن بس بالنظره للسبيوتم بوت انت تصل الدياجنوزيس بتاع المريض، نشوف إذا كان شكل السبيوتم الله يكرمكم ميوكاس بلاد ذا اماونت لارج اماونت اوفنسيف، كل حاجة ممكن تشوف. كومنت اون إذا كان في أي حاجات ووكينج ايدز، في عصايات بتاعت مشي، في كرسي بتاع مشي، في المهم كلها برضو تعلق عليها. لكن أهم حاجتين، أهم حاجتين هم الأكسجين أند ذا سبيوتم بوت، والأكسجين سبيوتم بوت قبل الأكسجين. طيب بعد ده بتجي تناظر للمريض، والمناظرة هذه بتعمل فيها أربع حاجات مهمة اللي هي بتتأكد من خمسة حاجات، تتأكد الفيتال ساينز إذا كان في أي سيانوزيس، إذا كان في بالر، عارفين وين بنشوف السيانوزيس؟ أور سنتر. وعارفين وين بنشوف البالر؟ هذا في الكونجكتايفا، في الكونجكتايفا وفي الطن، في الميوكاس ممبرين او ذا ماوث. بشوف اذا كان في كلابين او نو، وي نو ذا كلابين اللي هو في الفينجر نيل، لص اوف دايما ما لص اوف زانجل. لص اوف زانجل از وان ستيج حنتكلم عنه لقدام خلاص. تعلق على البلس، بتعمل الثمانية حاجات بتاعت البلس اللي خدتوها في الكارديولوجي. حد يقولوا لنا سريع ريت يعني ولا ايش؟ كاركتر سينكرونيسيتي وراديو فيمورال بلس. قالوا ده انت قلت ثلاثة الان، تعمل البلس ريت والبلس فوليوم والكاركتر ذا بلس الريزم سينكرونيزم synchronicities تو synchronicity، تعمل الراديو في بالإضافة للبلس كاركتر. وأهم حاجة في البلس كاركتر في الريسبيراتوري عندنا حاجة اسمها بلسس بارادوكسس، والبلسس بارادوكسس إخواننا هي misleading name لأنه هو بتعمل بالكف بتاع البلود بريجر بالسفيجمو مانوميتر بالبيجيسوبي والضغط، فبنربط البيجيسوبي والضغط واسمع واشوف البلس اذا كان في فرق بين في الديورين الانسبيريشن اند اكسبيريشن. واخر حاجه بشوف التراكيال تاك، وش عارفينها اللي هي الكريكويد بروسيس اللي موجود في الرقبه اللي هي تفاحات دم اللي شنو دي بتتحرك كده مع التنفس جوا وبرا. وبقيس المسافه، بقيس المسافه بين السوبراستيرنال نوتش والكريكويد بروسيس. طبيعي انه اثناء التنفس ما بتتحرك البتاع، ممكن تتحرك مع الكلام لكن مع التنفس لا. طيب كده انا عملتها جنرال،
يبقى جنرال عندنا سراوندي، عندنا بريزنس اوف سينوزيس اند بلر كلابين، بشوفه في الاصابع اليدين العشرة لانه ممكن يكون موجود في جزء من الاصابع وفي جزء ما في، بشوف التراكيال تاك وبشوف البلس. طيب still I am inspecting the patient، بعمل بعدك inspection of the chest. وأهم حاجة when you want to do inspection of the chest the exposure، لازم المريض ما يكون في حاجة من الرقبة لغاية الامبلايكس، at least up to the umbilicus، ده from anterior، from posterior خلاص يكون الباك كله exposed. لما يجي أعمل inspection للبوستيريا يا إخواننا بقاعد المريض بطريقة معينة كده. طب دكتور ما أعرف إذا عايز أوريه نفس الوضع. في مين نفس الوضع؟ نفس الوضع، ممكن تكون لابس البرز حقتها كان البرز، لكن يشد إكسبوز الجست لأنه لما دار تعمل الموفمنت أوف ذا جست محاضرة زي دي يعني كان يفضل إنه تكون بحضور بحضوركم. لازم أنا foot of the patient تجيب بجهة أرجل المريض، وين أرجل المريض ونيل لغاية ما تلقى حنكة كده يجي مع مستوى السرير على أساس إنك تعاين للمريض، وتشوف حركة الجست on the left and the right if there is any differences. إذا كان الجنب اليمين من الجست depressed منخفض شوية، إذا كان الجنب اليمين أو اليسار bulging مرتفع شوية، فتعلق إنه the left is more is depressed the right is bulging. من وقفة تكوين جنب أرجل السير أرجل المريض، عشان كده الإكسبوجر لازم يكون كامل. المريض دكتور سوباين ولا؟ سوباين. examination of the anterior chest the patient is supine. في بعض الدكاترة بيقول لك جالس، لكن جالس ما تقدر تشوف الموفمنت of the chest. لما عايز تعمل examination of the back بتعمل the movement of the chest. ما عارف examination of the back دي، أنا كنت عايز أوريكم كيف المريض يجلس. كيف أفتح الفيديو؟ في كاميرا. ستارت فيديو. ايوه دكتور نعم الان نرى. طب انا ما شايف نفسي، اشوف نفسي كيف يعني؟ لانك شوف. مسوي شير سكرين ما راح تشوف نفسك، لكن احنا نشوفك. ما راح اشوف. طيب كذا شايفين الوضعيه دي كذا؟ نعم واضحه واضحه. دي لما عايز تعمل examination of the back، اذا عايز تعمل examination لما تجي للباك المريض جالس ياخذ يدين كده الطريقة دي الاسكابيولا يحصل لها وينجين بتبعد من بعض، فتديك مساحة كافية من الصدر انك تعملها examination. ما يجلس كده يعني يدينه قدام، لا يخد يدينه كده. في نفس اللحظة انت بتشوف اذا كان في clubbing، بتشوف اذا كان في peripheral cyanosis في الوضعية دي. وهذه للباك يا دكتور صحيح؟ هذه للباك. ايوه هذه للباك. طيب فبشوف والمريض منسدح سوباين، بشوف إذا بحسب الريسبيريتوري ريت، أي انسبيريشن زائد اكسبيريشن دي تعتبر وان سايكل، انسبيريشن اكسبيريشن دي تعتبر واحدة، يعني ما انسبيريشن واحد اكسبيريشن اثنين، لا نفس جوا نفس برا دي واحد. ودائما لما دار أحسب وبعمل ديكستراكشن للمريض بشغله بحاجة بعمل فيها كأنه أنا قاعد أحسب البلس، أمسك يده كأنه قاعد أعد البلس، في الوقت ده أنا بكون بعيد الإسبيريشن، بحسبه دقيقة كاملة، والنورمال هو من 12 ل 20 سايكل بير مينيت. طيب وبعلق على الريسبيريتوري تايب، إذا كان المريض مين اللي بتنفس بال thoracic muscles ولا مين ميل بتنفسه بالابدومينال muscles. الرجالة مينلي بيكون ابدومينو thoracic،
females mainly thoraco abdomen. إذا كان المر عشان البرست دكتور. لا عشان الوية كبير فما بيستخدموا, بيستخدموا أكثر البطن. النساء الأبدومينال ماسلز بسيطة, سوري الثوراسيك ماسلز بسيطة وما ريجيد, بالذات زي البكتوراليز ماسلز اللي هي الناس الرياضة بتكون عارفينها, الصدر العضلات الموجودة حول البريست في الراجل قوية شوية فدي ما بيستخدمها. فمينلي في الميل أبدومين وثوراسيك, مينلي في الفيميل ثوراكو أبدومين. في بعض الحاجات بتخلي المريض مثلا الراجل يتنفس مينلي ثوراسيك إذا كان عنده بيوتونايتس مثلا, إذا كان عنده التهاب في البطن بيوتونايتس بيحاول ما يحرك بطنه يقوم يتنفس بصدره بس. أوكي في الجي اي تي أخذته من البيوتونايتس الأبدومين الموفمنت ما في. طيب في نفس اللحظة بعاين للساينز اوف, هنقولها قدام, ساينز اوف ريسبيريتوري ديستريس اللي هي استخدام عضلات التنفس الإضافية, استخدام عضلات التنفس الإضافية زي الاسترنوكليدوماستويد زي زي ال اي ما داير الاسئله زي في الخشم هنا اكتيف الينيزاي, الخشم زي تكون زي حقه الحصان الله يكرمكم, الحصان لما يجري نخرته بتفتح وتقفل تفتح وتقفل كده, فدي بسموها اكتيف الينيزاي. اذا كان الشخص نفسه بايك وفي ديستريس بتلقى انه الخشم بيتحرك مع التنفس. طيب الحاجة الثالثة بعلق على الكنتور of the chest. كيف أعلق على الكنتور؟ إذا كان في انتفاخ في حتة, في انخفاض في حتة, بعلق على الكنتور وبعلق على الموفمنت. هل الجست بيتحرك طبيعي؟ قبل ما أعمل بالبيشن, في البالبيشن بعمل الجست اكسباشن. آخر حاجة بعلق على السكارز, if there is surgical scars أو في other scars, stab wound. لما يجي أعلق على السكارز يا أخوانا أفتش عاين أتأكد إنه, لأنه مرات اللوبكتومي بتكون on the lateral side. طيب كده أنا خلصت الانسبكشن, بمشي على palpation. واضحة صح الانسبكشن سهل, حاجات 1 2 3 4 5. palpation عندي ثلاثة حاجات بعملهم في palpation, ثلاثة حاجات بشوفهم في البالبيشن. Very simple. أول حاجة بتأكد من الميديستاينم. عارفين الميديستاينم صح؟ أكيد. أي معاك دكتور أكيد. أنتوا معاي ولا خلاص؟ دكتور أنا ميديستاينم. الليستيرنوم. Area between two lungs. Yes. الأريا الموجودة between the two lungs فيها تحت فيها الهارت. وفوق فيها التراكية والسوفيا صح؟ فعندنا الأبر ميديستاينم واللور ميديستاينم. اللور ميديستاينم بحدده بس the position of the apex. إذا كان الأبيكس قاعدة في محلها, الهارت قاعد في محله, نقول اللور ميديستاينم in position. إذا كان راح يمين ولا راح يسار بقول displaced. بشوف الأبر ميديستاينم بإنه أعمل examination of the position of the تراكية. إذا كانت تراكية راحت على اليمين أقول the upper mediastinum is shifted to the right. إذا كانت تراكية ما راحت على اليسار بقول إنه the upper mediastinum is shifted to the left. في حاجات بتسحبوا تحركوا على اليمين, في حاجات بتحركوا على اليسار. طيب حددت mediastinum, الخطوة اللي بعدها راحت يمين وش نقول؟ shifted to the right. راحت يسار بنقول shifted to the left. بعد ذلك أنا بجي بحدد هل هي راحت لليسار, إذا كان shifted to the right left بحدد هي shifted to the left لأنه في حاجة دفتها من اليمين ولا مشت لليسار لأنه في حاجة سحبتها على اليسار. وضحت؟ أقولها تاني, إذا كان shifted to the left. طيب بعد الإكزامينيشن حقي أنا لقيت في fibrosis on the left side. طيب في الحالة دي التراكية
اتسحبت حاجة جرتها سحبتها على اليسار. لا لقيت في الرايت سايد لقيت في بلور انفيوجن اون ذا رايت سايد. يبقى البلور انفيوجن هي ويتش بوش ذا تراكية، دفت التراكية ودتها على الليفت. فهي في البداية انا بقول شيفتي شيفتي تو ذا رايت اور شيفتي تو ذا ليفت. بعد ذاك بجي بحدد حاجة دفتها ولا حاجة سحبتها. كلير؟ واضح واضح. طيب يبقى الخطوة الأولى أنا بحدد الميديستاينم position displaced or in place. الخطوة البعدة بحدد what we call it chest expansion. الكلام ده كله هشرحه لك قدام chest expansion. والخطوة الأخيرة في palpation هي tactile vocal frimitus. tactile vocal frimitus اللي هو إحساس ال vibrations اللي تجي في سطح الثوركس نتيجة دخول نتيجة اهتزازات الفوكال كورد. شفتوا تاخد يدك على صدرك وتتكلم بتحس انه في اهتزازات بتحسها في صدرك نتيجة الفايبريشنز الموجودة في الفوكال كورد الفوق. فوجود وصول الفايبريشنز دي بتزيد في بعض الحالات وبتقل في بعض الحالات وبتختفي في بعض الحالات. الخطوة سهل إنك تعملها، تخط يدك على كل الليفلز بتاعت الجست وتشوف الفايبريشن، تقارن اليمين اليسار اليمين اليسار. خلاص؟ نقول 99 عليك نور 99. طيب خلصت البالبيشن I will jump to the بيركشن. بيركشن هنشرحه لها قدام. بتخط أصبعك بين الريبس in the intercostal space. You apply your finger firmly and you percuss with the other middle finger في بيدك الثاني. وهنا بتعلق على إنه this is normal اللي هو بيكون resonant رنان. نفرق بين حقة البطن بنسميها الطبلي تيمبانيك وحقة الشيست بنسميها الريزونانت اللي هي الرنان. أو بتكون هايبر ريزونانت أو ضل أورينبير أو ما في أي حاجة بنسميها ستوني الضل. ستوني الضل كأنه خدت يدك على جدار وتقرأ عليه ستوني الضل. كل واحدة إنديكيت سمسم. طيب خلصت البيركشن بجي للأسكالتيشن. في الأسكالتيشن بسمع في كل الليفلز بتاعت الجست، بعلق على البريذنج ساون صوت النفس نفسه هل هو فيزيكولار بريذنج ولا برونكيال بريذنج. هنتكلم على الفرق بينهم. هل في أدد ساون غير البريذنج ساون غير صوت الشهيق والزفير؟ في أذر ساونز اللي هي أهم ثلاثة added sound هم الـ crepitations والـ wheezing والـ pleural rub. خلصت الـ added sound. بعد ده بجي بتكلم مع المريض واعمل حاجة اسمها الـ whispering pectoralis اللي هو ده نفس الـ vocal resonant الـ tactile vocal frimitus اللي قلناه هناك لكن بالكلام بالسماعة. بعمله على مرحلتين، بعمله همسن اللي هو whispering وبعمله بدون همس اللي هو بيسموه vocal resonant آخر حاجة بعمل حاجة اسمها الإيغوفوني اللي هي دي تغير حرف الإي إلى حرف الإي بالسماعة. المريض يقول حرف وأنا بسمعه وأنا خدت السماعة على صدره بسمعه بصوت تاني. طيب كده انت خلصت الاكزامينيشن اوف ذا جست، عملت الاربع خطوات ديل من قدام تمشي تعملهم من ورا اون ذا باك. طيب ونفس الطريقه لازم dont forget to do these steps on the axillary side. axillary side اللي هو المنطقه من الاكزيلا وانت نازل باليسار and on the باليمين left and right.
وش نسوي بالاكسلري سايد دكتور؟ اي لازم تعمل الاكزلا، عملت قدام والمريض جالس تعمل الاكزلا او منسدح تعمل الاكزلا او بعد ما يجلس تعمل اكزامينيشن، بالذات الاكزلا البيركشن احسن المريض يكون جالس. هو دكتور ناين ولا ناين اريا للاسكولتيشن ولا اللي هو سوبر ميموري انفرا ميموري حجيت لها كلها، كل الكلام ده حشرحه في التحديد. اوكي طيب، كل خطوه نتكلم عن كم حاجه فيها كده، لكن متذكرين انه احنا نتذكر انه عندنا انسبكشن بالبيشن بيركشن وسكالتيشن، وكل الانسبكشن بشوف حاجات معينه، بالبيشن بعمل حاجات معينه، بيركشن وحاجه واحده، اوسكالتيشن بعمل حاجات معينه. نيجي نتكلم شويه في الحاجات اللي بعملها انزا انسبكشن. قلنا بنعلق على الريسبيريتوري ريت والريسبيريتوري باتر، نوع التنفس. اول حاجه بعد التنفس، اذا كان اقل من 12 بنقول this is bradypnea، اذا كان اكثر من 20 بنقول this is tachypnea. يبقى tachypnea هي sign والdyspnea هي symptom. الحالات اللي تقلل التنفس، عدد التنفس هي الديب كوما، وفي بعض الناس بعض الميديكيشنز بتؤثر، اي حاجه تاثر على الريسبيريتوري سنتر فوق. الحالات اللي بتزيد الريسبيريتوري ريت انزايتي، عشان كده بنقول بنشغل المريض ونعيد له تنفسه، ولو قلت للمريض عايز اعيد التنفس بتاعك نفسه بيزيد. اي حاجه بتاثر لنا على الهارت او اللنج او ايفن بين، يعني المريض اذا كان حاسس بين وزاد السيمباثيتك درايف برضه بيزيد لنا الريسبيريتوري ريت. طيب التايب اوف بريزنج، في بعض الابنورمال تايب واشهرهم هو تشاينيز ستوك بريزنج. تشاينيز ستوك بريزنج ده لما تشوفه قول للعيانين جهزوا نفسكم، لانه يوجوالي ذيس از اند اورجان دامج cyclic episodes of hyperventilation. المريض ياخذ له 4-5 كده شهيق ويقطع نفس، يحصل له ابنيه معناه ما في تنفس يا اخواني، برادبنيه تنفس قليل، تاكبنيه تنفس سريع، والمريض يدخل في ابنيه زي نص دقيقه وتاني يرجع يتنفس. فده usually indicates severe organ failure اذا كان heart failure او brain failure، usually بنسميه breathing. يعني المريض ما يدخل في تشاينيز ستوك بريزنج معناه ما شعر، اللي هو بيسموه شنو في السكرات، سكرات الموت. طيب تاني واحدة من التايبس اوف بريزنج المشهورة اللي بتلاقينا كتير هي الكوزمال ريسبيريشن، او بنسميه اسيدوتيك بريزنج. كوزمال ريسبيريشن. بس عندي سؤال، التشاينيز ستوك هذه كم تستمر مع المريض؟ والله ديبند، يعني حسب الـ severity of the disease. إذا لحتى عالجت الهارت فيلير بعض الناس بيطلعوا، لكن إذا كان برين فيلير خلاص ممكن الناس بيلحقوا يدخلوه في فنتيليتر أو يعملوا له يعني assisted ventilation بعد ذلك يبدوه لحد ما يعالجوا الكوز، لكن يوجوالي يعني يوجوالي انديكيت باد بروغنوزيس تشاين ستوب بريزنج. لكن هو الابنورماليتي خارج اللنك، يا بالهارت يا بالبرين. ايوه حاجه بال هارت فيلير، سيفير هارت فيلير او سيفير برين فيلير خارج اللنك. طيب عندنا اسيدوتيك بريزنج اللي هو اذا كان المريض عنده سيفير اسيدوزيس، ميتابوليك اسيدوزيس، ده اشهر حاجه معنا ديابيتيك كيتو اسيدوزيس. هو في ناس الرينال فيلير واللاكتيك اسيدوزيس والاسبرين بويزنينج والكحول بويزنينج، ده كلهم بيعمل لنا اسيدوتيك بريزنج، فده بيكون عندهم رابيد اند ديب بريزنج زي كانه كان جاري اسيدوتيك بريزنج. تسمع اللنج تلقاه نظيف ما في حاجه، في حاله البلمونر ديما مثلا بتكون قريبه للسيدوليك بريزنج، لكن لما تسمع في اللنج بتسمع كريبيتيشن لانه في فلوج جوه اللنج. لكن السيدوليك بريزنج
المريض نفسه قايم ومضايق وديب and rapid breathing، لكن لما تعمل auscultation بتلقى the chest is clear. طيب في inspection يا اخوانا برضو في حاجة تانية اللي بشوفها هي finger clubbing، اللي هي abnormal angle between the base of the nail and the nail fold. شوية شوية بيحصل لصف this angle due to deposition of mucopolysaccharides below in the nail bed. Due to deposition of mucopolysaccharides. هو ما معروف بالضبط what is the mechanism of clubbing، لكن generally كده بقوله clubbing occur due to either hypoxemia or toxemia. Hypoxemia or toxemia. هي general sign بتحصل في abdominal disease, liver disease, heart disease, thyroid disease, lung disease. فهي حاجة بتعمل لنا chronic hypoxemia أو chronic toxemia ممكن تعمل لنا clubbing. وأنواع الكلابين عندنا الريد كلابين وعندنا اليالو كلابين وعندنا البينفول كلابين، لكن في النهاية بتلقى شكل النيل يتغير و اسمه شنو و الأنجل بدأت تتغير. هو درجات ستيجز. أول خطوة تبدأ بالنيل بيت فلكشويشن، nail bed fluctuation اللي هو تمسك الأصبع كده وتهزه من تضغط عليه في الأطراف يمين ويسار، بتلقى إنه القاعدة بتاعت الظفر متحركة تحت يدك كأنه دار يتقلع، كأنه الظفر عايز يتقلع. الخطوة اللي بعدها بيحصل loss of angle between the nail bed and the nail fold، ودي بنشوفها بال مش نوريكم الطريقة حقتها لقيتها. الخطوة البعادة بيحصل بعد شنو الانكونفكسيسيتي بتاعة النيل بتزيد. الخطوة الأخيرة والقبل الأخيرة بيحصل thickening of the distal phalanx، العظمة الأخيرة بتاعة الأصبع بتتضخن شوية، وبعدك بتبقى بنسميها hypertrophic osteoarthropathy أو بنسميها شنو الدراميستيك، العصاية اللي بيدقوا بها الطبلة ديك من قدام منتفخة كده فبنسميها دراميستيك. طيب دي هي الكلابين. ده النورمال، هنا شايفين الأنجل موجودة، هنا الأنجل اختفت، وهنا الكيرفيتشر بدأت تزيد، يعني الأصبع مفروض يكون مستوي كده، الزاوية دي زادت شوية. طيب ده الدراميستيك، ده نوع من الإناي، خلاص حصل هايبتروفي، الأصبع من قدام العظمة الأخيرة حصل فيها هايبتروفي فنسميه الدراميستيك أبيرانس. في بعض الناس بيحصل لهم البارود بيك أبيرانس اللي هو منقار الببغاء، بتكون بالشكل ده. في الـ في الـ في المصفر ده اللي على اليسار لو ملاحظين فيه مع الكلابين في شوية سينوزيس صح؟ هنا مع الكلابين هنا في شوية سينوزيس، شوية لون الظفر كده مايل على الازرقاق صح؟ وهنا مع الكلابين بتحسوا انه شنو نيكوتين استين. فكلابين مع نيكوتين استين دي فكر طوالي في العيانين اللي عندهم برونكوجينيك كارسينوما، برونكوجينيك كارسينوما. وكلابين مع ال مع السينوزيس فكر انه المريض عنده lung fibrosis. دي التركة كده بس عارفوها لقدام. طيب
كلها كلابين كان اوكير ديوتو مالتي سيستم ديزيز. لكن اذا كان اخذنا الريسبيراتوري كوزز للكلابين اشهر واحده هي برونكوجينيك كارسينوما سبيشال سكويموس سيل كارسينوما. والمونري فايبروزيس والكرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز. اخوانا برونكي الازمه ما بتعمل ازمه ما بتعمل. توبركولوزيس ما بيعمل توبركولوزيس لو عمل لانج ابسيس يعمل لنا كلابين. لكن ازمه ما بتعمل. سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف لانج ديزيز ما بيعمل كلابين. تذكروا الكلام ده الثلاثة ديل لوحدهم كده ما بيعملوا. توبركولوزيس بيعمل في حالة واحدة إذا كان عمل لنا لانج أبسيس أو عمل إمبيين. فدينا الريسبيراتوري كوزيس في الكارديو كوزيس وفي الهيباتيك كوزيس في الجي اي تي كوزيس لوحدهم. طيب دي صورة تانية زي ديك اللي جبناها اللي هو كلابين وده كلابين معاه سينوزيس وده كلابين معاه نيكوتين استين. قلنا كلابين نيكوتين استين نفكر في السي كارسينوما كلابين فايبروزيس. طيب سينوزيس سينوزيس بيحصل كل ما زاد لنا الديوكسيجينيتد بلود ديوكسيجينيتد هيموغلوبين. اذا كان بقى اكثر من 5 جرام يظهر لنا سينوزيس اللي هو dusky color of the skin and mucous membrane. dusky color of the skin and mucous membrane. زوم اداني notification ليه؟ ما هي مشكلة دكتور إذا وقف. طيب. نروح للرابط نفسه. طيب cyanosis يكون بكون central وممكن يكون بريفرال. بريفرال ممكن يكون other causes rather than cardiac or lung disease. طبعا السينوزيز يا cardiac يا lung disease. والبريفرال ده بيدخل معاهم البريفرال vascular disease. يعني برد شديد ممكن يعمل لنا سينوزيز. انت معانا ولا مع مين؟ اصل ميوت لي طيب سنترال سينوزيس بنشوفه في الميوكاس ممبرين إذا كان في الماوث أو الليبس أو في الطنج. يوجوال انديكيت سيفير هايبوكسيميا إذا كان أي حاجة أخوانا بتأثر لنا على الجازيك سي تشينج إذا كان ديوتو كارديك ديزيز أو لونج ديزيز بتعمل لنا سينوزيس. عادة السنترال سينوزيس بيكون معه بريفرال سينوزيس. لكن بريفرال سينوزيس ممكن يكون لوحده بس ومعظم الحالات بيكون ديوتو بريفرال فاسكولار ديزيز. بنشوفه in the feet والهانس وممكن نشوفه جس في الجو البارد. نتذكر في حاجة اسمها الراينوت فينومينا رينوت فينومينا اللي هي السيفير بريفرال فازو كونستريكشن وان سيفيشن اكسبوز تو ذا كولد. طيب كونجستيف اي حاجه هارت فيلير اي حاجه تاثر لنا على الريسبيراتوري دراي ممكن تعمل لنا سنترال اور بريفرال سينوزيس. قلنا عاده السنترال سينوزيس بيكون معاه بريفرال لكن بريفرال ممكن يكون لوحده والسنترال نورمال. ليش نرى ليه بيقى كده؟ دكتور لأنك أنت سحبت من يمين ليسار على الشاشة فانتقل من تطبيق لتطبيق ثاني. اسحب الحين اسحب جهة عكس من اليسار لليمين. داون صح؟ إيه هذا الأولية دكتور رح الثاني سلايد 17. طيب
ده clubbing with peripheral cyanosis وقلنا دي تمشي مع ال fibrosis مع ال طيب chest deformity خلصنا ال peripheral نمشي نتأكد من ال chest بعلق على ال chest contour ومعلق على ال contour بفتش على ال deformities دي أهم deformities اللي هي ال funnel chest بنسميها بيكتس بسيكافيتم بنسميها funnel chest أو بيجون تشيست اللي هي صدر الحمام كارنياتم باريل تشيست اللي بيكون عامل زي البرميل وده أشهر واحد وأكثر واحد بتشوفوه يوجوالي مع ناس COBD اللي هو الانكريز AB ديامتر عادة الشخص الطبيعي من اليسار لليمين أطول من لو قست المسافة من بداية الشيست يمين لليسار بتكون أطول من أنك تقيس الشيست من الأمام للخلف. في حالة الهايبر إنفليتي الشيست بيكون لا الشيست منتفخ من اليمين من الأمام للخلف أطول أو قرب لأنه يكون من اليمين لليسار. طيب تاني الديفورميز الثانية ما كثيرة شوية دي حاجات تكون دايما في السباينز من وراء vertebral column اللي هي السكوليوزيس والكايفوزيس أو الاثنين مع بعض كايفو سكوليوزيس دي صور ليهم بالبيكتس ديكافيتم اللي هو الفانيل تشيست والبيكتس كرينياتم عكسه الجزء قدام طالع كده نسميه بيكتس كرينياتم هذا اللي في مرفان سيندروم ها؟ لا ما شرط بيكتس ديكافيتم ممكن تحصل في المرفان هذه اللي على اليسار ممكن تحصل مع المارفان سيندروم. طيب ده الباريل تشيست لو ملاحظين المسافة من هنا لهنا دي الطويلة وده السكوليوزيز اللي هو الانحناء يسار أو يمين والكايفوزيز انحلاء للأمام عكس الكايفوزيز شنو؟ لوردوزيز طيب بمشي للبالبيشن بعد ذاك بالبيشن بقوم بشوف التراكية Do you know how to examine the tracheal position? اي دكتور between the two head of the sternocleidomastoid Yes خلاص يبقى التراكية قلنا بيحصل لها shifting للرايت أو اللفت طيب إذا كان الديزيز في نفس الاتجاه اللي مشت عليه التراكية ده بنقول عليها bulge معناها loss of lung tissue اي حاجه تعمل لنا loss of lung tissue تعمل لنا شنو bulging of trachea زي ال collapse او fibrosis او حتى بعد الجراحه pneumonectomy شلنا جزء من اللنج واذا كان مشت في عكس اتجاه الباثولوجي بنقول عليها bush ودي إذا كان في حاجة في فلويد أو في إير بالناحية دي بنسمى بلور ريفيوجن أو نيموسوهاز بيتحرك لنا التراكية للجهة الثانية طيب chest expansion في ال اسمه شنو في ال بعمله بالأفضل طريقة أنك تعمله بالتيب المتر بتاع القماش وتلف الشست بتاع المريض وتقول للمريض take a deep breath in take a deep breath out وتشوف المسافة بين في حالة الشهيق والزفير وتقيس المسافة بالمتر النورمال 5 سنتيمتر بتنقص في حالات الفايبروزيز تنقص في حالات النيوروماسكولار ديزيز تنقص حتى even الناس الفيري اوبيز ما بيقدر ياخده deep breathing طيب بيركشن دي الطريقة اللي بعمل بها البيركشن بعملها يا أخوانا ببدأ دائما في الأبر سوبراستيرنال إيريا في المنطقة هذه لازم أبدأ من فوق وانزل يمين يسار يسار يمين يعني بمشي كده وبقارن اليمين مع اليسار طبعا في سؤال مهم جدا انا في البدايه ببدا باليمين ولا ببدا باليسار ابدا باليسار ليش
للمهب أطول دكتور قلنا من اليسار اليمين. وإن اللانج تقريباً عشان الهارت دكتور صح ولا لا؟ الكاردياك نوتش وكذا تقريباً. لا أنا لما نجي للكاردياك نوتش اللي قاعدة هنا بطلع لاترال شوية. لو ملاحظ النقطة دي هنا ميديا للنبل وهنا جات على النبل أو طالعة منه جات في الجنب اليسار. ها؟ لون خلي أسود ولا أحمر؟ لون القلم؟ إيه أسود. طيب عملته أسود كده واضح؟ طيب بشتغل كده. ما قلت لنا دكتور ليش نبدأ من يمين؟ أيوة ما السؤال لسه جاي، ليه ببدأ يمين ليه ببدأ يسار؟ أنا ببدأ على الجانب الأيمن من المريض. على الجانب الأيمن من المريض. لا ما عنده علاقة في كل الإكزامينيشن يا إخوان، في كل الإكزامينيشن في الريسبيراتوري، وبعدين السؤال ده برضه حيلاقيكم في النيورولوجي. انت اذا تعمل اكزامينيشن للارجل او اليدين تبدا باليد اليمين ولا اليد اليسار؟ اعتقد باليمين. الاجابه واحده في الحالتين، بتبدا بذا سايت ويتش يو ثينك از نورمال، ما عنده علاقه بميمنه او ميسره. كويس، ببدا بالجنب اللي انا بفتكر انها طبيعيه. كيف بفتكر انها طبيعيه؟ انا بديت في الانسبكشن لقيت انه زرايت ليفت سايد از ديبريست، عينت لقيت الليفت سايد ده ديبريست، ولما عملت تشيست اكسبانشن لقيت الليفت سايد ده موف ليس، بيتحرك حركه قليل. فانا افتكر انه من الخطوتين ديال انه في باثولوجي في المنطقه دي في الجنب اليسار. في الحاله دي اقوم ابدا بشنو؟ باليمين. Always start with the site which you think it is normal. Okay. Always. حتى لما تجي للأرجل، إذا كان في رجل ضعيف أو رجل سليمة، تقول للمريض حرك رجلك اليمين، حرك اليسار. لقيت اليمين ضعيفة شوية، لما نجي للإكزامينيشن ببدأ باليسار، ببدأ بالنورمال سايت. Clear. فلو كان افتكرت الباثولوجي على اليمين، ببدأ باليسار أول. إذا كان افتكرت الباثولوجي على اليسار، ببدأ باليمين. كلير. واضحة. خلاص. فبمشي بالطريقة دي، الطريقة اللي أنا رسمتها. إذا كان بديت باليسار باليمين، يمين فوق يسار فوق، أنزل خطوة. لما نجي على الـ على الـ كلافيكل، نجي في الكلافيكل، ما بخط أصبعي، بنظر على الكلافيكل نفسها. بنقر بأصبعي على الكلافيكل، شوفوا حركة اليد، الحركة بس من الريسك، بس من الريست، ما بحرك اليلبو، المرفق بتاع اليد ما بحرك، بحرك هنا بس الريست. كلم دكتور وايل إن شاء الله يشرح عليكم في الأومبيشن. طيب ألق بقول بيركشن نوت، percussion note either normal وده resonant، صوت رنان. hyper resonant بقارن، انا ما بديت بالجنب شايفه كويس، فافتكر اليمين كويسه فقرعتها كانت رنان، مشيت اليسار لقيتها hyper resonant، بقول انه المريض ده عنده احتمال عنده نيوموثوركس على اليمين على اليسار. COPD يا اخوانا بكون اللان كلها باليمين واليسار، يعني في some disease زي COPD والأزمة ما فرقت إذا بديت باليمين أو اليسار. طيب بقول عليه الضل أو impaired، الاثنين اسم واحد. في حالة إذا كان consolidation أو lung collapse أو fibrosis، بتدي على فخذي وبقرع، يعني أي واحد ممكن يخد يده على فخذه ويقرع، ويخد يده على صدره ويقرع، بلاحظ الفرق في الصورة. ده بكون في حالة إنه
بس تخريب من دكتور زي التجمع كذا فايبروسيس. لا ما فايبروسيس، هو التهاب. التهاب حصل ديستربنس في التيو بسبب شفت رئة الذبيحة وكبدة الذبيحة شفتوها؟ ايه نعم. طيب في حالة الكونسوليديشن الليفر اللنج بتتحول شكلها زي كأنه الليفر، المنطقة اللي فيها التهاب بتتحول كأنه الليفر. هناك حاجة كده عبارة عن أكياس صغيرة منتفخة ولينة تحت اليد. في حالة الانفلاميشن أو الكونسوليديشن بيحصل لها هيباتايزيشن، هيباتايزيشن اللي هو بيسموها الريد هيباتايزيشن في البداية، بعد ذلك بتبقى جري هيباتايزيشن، بعد ذلك يحصل لها ريزوليوشن ترجع للطبيعي. يعني دي الستيجز اوف كونسوليديشن، يا الريد هيباتايزيشن والجري هيباتايزيشن، وبعد ذلك يحصل لها ريزوليوشن. ريزوليوشن يا يتعالج او يتحول ل ابسيس. دكتور يا يعني مش احسن روزيس ويحصل له يبقى ابسيس. ال موجودة بيدخل فيها الهواء وشنو كلها نتيجة الانفلاميشن بتتقفل. تمام واضح. طيب هو ده أشهر باثولوجي في اللنج لازم تعرفوه، يا ريت لو واحد فيكم كده بس كتب في الباثولوجي كتب consolidation وقرب خطوات حقته والحياة اللي بتعمل سريع كده زروها. طيب ويزن يفتكر أنا تكلمت على الميل during expiration، وإذا كان في منطقة واحدة بنقول focal أو localize. ويزن إذا كان في كل الجست بنسميه generalize ويزنج، ويوجوالي جنرالايز ويزنج أفضل من اللوكالايز ويزنج. اللوكالايز ويزنج دي بفكر دائما في تيوم. فكر في إيش؟ تيوم مر حاجة قافلة جزء من الإيروين في منطقة معينة، تيوم أو فورين بودي تحت. جنرالايز دي ديفيوز إيروين ليميتيشن بيسموها، ديفيوز سمول إيروين ليميتيشن أو أوبستراكشن، ويوجوالي بوليفونيك يعني أصوات موسيقى مختلفة في اليسار، في يعني كل ما تغير محل السماعة بتسمع موسيقى لكن مختلفة عن الأول حسب نوع التضيق في المنطقة. وده بيحصل مع الثلاثة ديل اللي هي الأوبستراكتيف لانج ديزيز والبرونكيتيس. هذه وش دكتور؟ برونكيال أزمة، برونكيال
بيتن برونكيولز. طيب كورس كريبيتيشن، كورس كريبيتيشن دائما بفكر في البرونكيتيسيس. كورس كريبيتيشن بفكر في البرونكيتيسيس. الانسبيريشن لنهاية الانسبيريشن كلها فيها كريبيتيشن. برونكيكتس كان كوز كريبيتيشن ويزن. ايوه تعمل الهواء داخل تعمل كريبيتيشن، الهواء طالع تعمل ويزن. حتى كورس كانه كانك فعلا صوت شيشه بالضبط صوت الشيشه، والفاين دي كانك بتكسر لك في قش، كانت بتكسر في قش ودي خرر خرر كده خرخرة عديل. دائما الكورس انديكيت انه في فلويد كده جوا، كمية كبيرة من الفلويد كأنك موية ماشي جوا شيشة يعني تسحب شيشة. في حاجات early inspiration، في حاجات end inspiration. end inspiration دي دائما indicate lung fibrosis أو pulmonary edema. burn inspiration COPD ممكن تكون burn inspiration لكن بتكون fine. يعني الكرونيك برونكايتيس بتدينا باين انسبيريشن لكن فاين، والبرونكايتيس بتدينا باين انسبيريشن لكن كورس. بس هي دكتور محطوطه هنا مع الانت انسبيريشن مين؟ لا انت انسبيريشن دي للفايبروزيس. فاين عندي انسبيريشن. طيب والبلمونري ايديما والنيومونيا؟ امسح 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 البلمونري ايديما ايرلي في بدايه الانسبيريشن، البلمونري ايديما في بدايه الانسبيريشن. والنيومونيا الفايبروزيس لانه يا اخوانا النيومونيا بان برضو بان انسبيريشن. الفايبروزيس قلنا عندي انسبيريشن ليه؟ لانه لما المريض يشيل نفس عميق جزء من الالفيولاي المقفوله نتيجه الفايبروزيس بتحاول تتفتح، جزء من الالفيولاي الحاصل فوق الفايبروزيس بتحاول تتفتح بتقوم تدينا اند في نهايه الشهيق. اما البولمونري ايديما ففي بدايه الشهيق لانه في احتقان في مويه بس بسيطه ما زي حقه البرونكيكتيسيس، فبتدينا في البدايه كده وتختفي الـ و السي او بي دي بان كذلك. السي او بي دي بان لكن فاين زي حقة البرونكيكتيسيس بان لكن كورس. حديكم جدول في الاخر دكتور. تقدر تفرق طيب بين كريبيتيشن ويزن؟ ايوه ما قلنا الويزن اثناء الزفير والكريبيتيشن اثناء الشهيق. لا قصدي نفس الصوت. كيف يعني؟ يعني لا بس بالصوت ده موسيقى. الويزن موسيقى حاجة ويسلين صفير، والكريبيتيشن عبارة عن خرخرة يعني شخشخة كده. يكون واضح الفرق بينهم واضح يعني. مخط السماعة إذا لقيت عيان مثلا عنده COPD بتلقى عنده الاثنين، او البرونكيكتس بتلقى عنده الاثنين واضح انه خرس كده واضح اللي بسوي. طيب ساين مهمة جدا، ساين مهمة جدا اللي هي البرونكيال بريزنج. مش عارف انا السلايد اللي بعدها دي موجودة ولا ما في سلايد عايز يشوفها، للأسف ما موجودة. دي كنت قاعد أعملها أنا قاعد أرسمها للعيانين للطلاب ما موجودة.
خلينا ارسمه هنا. طيب برونكيال بريزنج. طيب لو لما نسمع التنفس اما جوا الالفيولاي الهواء داخل ومارك ما يكون في جاب بين الدخول والمروق وكونتينوس سوفت ان كونتينوس يعني كده مثيله ليك هي في حاله الالفيولار او بنسميه فيزيكولار بريزنج. في حاله البرونكيال بريزنج المريض يعمل النفس كأنه الهواء ماشي جوا ماسورة كأنك بتنفخ في منفاخ نفس داخل نفس طالع. في حالة الفيزيكولار بريزنج الفيزيكولار هو الالفيولر. أيوة الفيزيكولار هو الالفيولر نورمال هذا والبرونكيال أيوة ده النورمال ده النورمال. Abnormal إذا كان الألفيولاي دي حصل فيها انفلاميشن فإنت تسمع صوت النفس جوا البرونكيول ما بتسمع كده في فاصل بينه. أهم سبب يعمل لنا برونكيال بريزين أهم سبب يعمل لنا برونكيال بريزين هو الكونسوليديشن. كونسوليديشن أهم سبب. طيب في بعض الحالات بنلقى فيها كونسوليديشن في on the top of pleural effusion كان في cavitation يعني أي حاجة بتضيع مننا شنو الالفيولاي. وطبيعي ممكن نسمع البرونكيال بريزنج on the left second intercostal space left second intercostal space في المنطقة دي لأنه المين برونكس vertical sorry right second intercostal space ممكن نسمع مرات شوية برونكيال بريزنج normal. خلاص بالنسبة بكتوراليس بكتوروليك ديكوي ده إذا تقول للمريض أحميس ب 99 ذاتا يقول خمسة زيادة الداخل صحيح بوضوح موجود نفس لكن صوت نفس بعيد أشهر سبب له هو الأوبيسيتي بالإضافة للبلورة الفيوجن أو البلورة الثيكنين
هو البلور ريفيوجن بيمشي مع النيوموثوركس، او في حاله الهايبر انفليتد تشست ديو تو سي او بي دي، او حاجه قللت اللانج فوليوم ديو تو لانج اور لوبر كولابس. اثناء السماع بتسمع بلورال فريكشن رب اللي هو احتكاك التو بلورال مع بعض، ف بتسمع في حاله البلوريزي. اي حاجه عملتين التهاب في البلوره اذا كان نيمونيا او بلوريزي او بلمونال انفراكشن بتسمع فيها البلورال فريكشن رب. يكون مع الانسبيريشن والاكسبيريشن صح دكتور؟ مع الاثنين، مع الاثنين الاحتكاك مع الاثنين، كريش 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 كده شغال. طيب الحاجات اللي بتدل على انه المريض عنده هايبركابنيا، يعني هايبركابنيا يعني حابس، ما عليكم بها دي خليها، كميه من ال دايت المريض بيحصل له confusion و flapping tremor warm extremity bound pulse. طيب كور بولمونيل الساينز حقته يكون معها ار في سترين رايد فنتريكل سترين. ايوه لازم في الجيجولار فين بروميننت اي ويف نلقى عندهم ليفت باراستيرنال هيف، نلقى عندهم لاود بولمونري ساوند في الهارت، وبنلقى ثيرد اند فورث رايد فنتريكل فورث هارت ساوند. بعد ذلك يبقى ثيرت في البداية يكون فورس ديوت سترين. ممكن نلقى عندهم حاجة اسمها الجراهام ستيل ديوت رايت بالمدينة. إذا حصل بكسبيريشن بنلقى بان سيستوليك ميرمر بتاعت التريكاسبيد ريجريجيتيشن تظهر. شنو حصل معاه؟ رايت هارت فيلير، الليفر بتبقى لارج عن بلس
اوكي يلا خير. كنت هقول ارسل لكم بالواتس لكن احسن لي الايميل. يلا خير ان شاء الله. يلا شكرا. الدكتور بالواتس اتوقع ما هو مشكله كل واحد ان شاء الله. اللي يريح. اللي يريح. ما هي قاعده على الايباد ولا الايباد حقي ما في واتس. خلاص انا ايميل دكتور. احاول ارسلها عندي خلاص بالاير دروب وارسل لكم بالواتس. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيكم. شباب في شيء باقي بعد الظهر؟ لا لا خلاص خلصنا يا مجيد. محاضرة مع سنة الساعة 4 لا تنسوا. اليوم؟ جورج. وش عبد الله؟ مع جورج اليوم جورج. أعفل مع جورج.